اليوم باش نحكيو على التزود والتزويد في الأسواق التونسية وخاصة بالنسبة للخضر. باش نحكي على مادة الطماطم في تونس في شهر أكتوبر. الناس الكل تعرفوا أنه تتزرع برشا في مدينتي القيروان والقصرين في الشبيكة والسبيبة عمناول والسنوات اللي قبلها تقريبا الأسعار بين 500 مليم ودينار، فجأة تقفز الأسعار إلى 2500، والأسئلة مطروحة لماذا بهذا الثمن؟ لماذا نقص الإنتاج نتاع الطماطم في بلادنا، وبلادنا تسموها مطمورة روما ومعروفة بالفلاحة ومعروفة بالكاليتي المزيانة نتاع الخضر نتاعها. للأسف فما مشكلة قاعدين مغطين عليها وما يحبوش يحكوا فيها. احنا خلينا نقولوها بدرجتنا، نحكيوها بطحة. اليوم فما مشكلة في المشاتل، اليوم فما مشكلة في الأدوية، اليوم فما ضيعات بمئات الهكتارات للأسف اتحرقت، ووزارة الفلاحة قاعدة تغطي على المشكلة هذه. اليوم المشاكل متاع الطماطم كثيرة. اليوم فما مرض اسمه موزايك دي تابا قاعد يضرب في الطماطم وهلك المنتوجات والزراعات الكل. اليوم وزارة الفلاحة نائمة صامتة ما تتكلمش. اليوم وقت لي نحكي على خسائر فادحة للفلاحة، لكن وزير الفلاحة ما تكلمش، ما تدخلش، ما حكيش. نوريكم الصور، هذه صور جايتنا من القيروان من السبيبة. فما مرض اسمه موزايك دي تابا اهلك الفلاحة. من يراقب المشاتل؟ أليست وزارة الفلاحة؟ علاش ما خدمتش خدمتها؟ هل وقت تجيب مشاتل مريضة وإلا تجيب أدوية ضارة من يتحمل المسؤولية؟ رئيس الجمهورية لديك وزارات نائمة وعلى رأسها وزارة الفلاحة. اليوم باش نوري لكم وأنا موجود في مرشي بير القصعة الطماطم الكعبة الطماطم هذه نتاع السبيبة 6 كعبات يعملوا كيلو. مصلي على النبي على بلادنا وقت لي تنتج، لكن بلادنا تولي مأساة وقت لي ما عادش فما رقابة ووزارات نائمة. وقت لي ما تخرجش وما تعملش الكنترول تصير أزمة متاع إنتاج وتصير أزمة متاع أسعار. اليوم الطماطم هذه في الضيعة تباعت ب 1900 توصل المارشي تولي ب 2500، تباعت في الضيعة ب 2000 ولهنا تتباع ب 2500، كميات ناقصة برشا. الشيء اللي خلى السوق تتزود من ليبيا، نعم جاتنا كمين طماطم من ليبيا وبلادنا نسموها بلاد فلاحة، وهذا كلام فارغ في ظل الأزمة متاع الإنتاج. قلعة الأندلس كانت تجيب في الطماطم، اليوم الماء متاع واد مجردة يتصب في البحر ويمنع الفلاحة باش يستعملوا الماء. اليوم فما مشاكل كبيرة والحلول غائبة، والإنتاج لما يضعف بطبيعة الحال تولي لهفة وتولي احتكار وتولي بيعان تحت الطاولة. اليوم اللي ناقص في الأسواق البطاطا، البصل، وأيضا الطماطم. باش نحكي معاكم شوية على البطاطا. هذه بطاطا تونسية موجودة في الفريجوات ومسعرة بدينار و350 مليم، وتعرفوا أنتوما معناتها الناس تلوش في البطاطا الفريسك، الناس قاعدة تلوش في البطاطا متاع الفريت. فما اللي موجودة عندهم البطاطا مخزنة بالطريقة التقليدية ومخبية، ونحكي لكم على عوزة اللي فيها بارشة بطاطا، لكن ما تدخلش للسوق لهنا لأنه تتباع فريت، والفريت يتباع الكيلوغرام الواحد نتاعو معناتها بين 4000 و5000، وما يهبطها لكش لهنا باش يبيعها لك بدينار. تعرفوا الفريت يزيدوا الماء ويزيدوا الأدوية ويهبطوا ويبيعوا، دونك
يحتكر البطاطا وما يهبطهاش، السلعة اللي تجي من الفريقوات مش برشا، ونحل القوسين. الطماطم اليوم قلنا جات من ليبيا وتتباع ب 2500، الكاليتي نتاعها بعيدة برشا على الطماطم التونسية، سلعتنا أفضل ألف مرة. لكن إذا كان نحكيه على التوريد الخضر، اليوم بحذينا الجزائر، بحذينا الوادي، مدينة الوادي الجزائرية، البطاطا نتاعها أفضل من التونسية، وهذا كلام نقولوه عادي. الثمن نتاعها تقريبا بفلوسنا احنا ب 400 مليم، يعني تنجم تدخلها لهنا وتنجم تبيعها وبكميات كبيرة وترخص بها وتعدل السعر. لكن بالقانون، بالقانون اللي تبقوا فيه توا، يمنعوا توريد البطاطا من الشقيقة الجزائر فيما تفتح التوريد من الأسواق الليبية. علاش؟ الجزائر ليه وليبيا أوكي. إذا كان احنا نحبوا نعدلوا الأسعار نجموا نجيبوا من بلدان الجوار وقت اللي احنا ما عندناش سلعة بطبيعة الحال، كما هم يهزوا منا وقت اللي هم عندهم سلعة. لكن هذا كل مش قاعد يصير، لأنه اللي تحكموا في الأسواق والقوانين أحيانا هي ناس مضاربة وناس ما تعرفش المصلحة متاع البلاد وين. للأسف نرجع بكم شوية البير القصعة إلى صور مأساوية دبكي، وقت الناس تجي من نص الليل تقعد حتى للصباح شاد الصف باش ياخو معتها شكارة متاع بطاطا، وإلا يتحصل على زوج جاجوات ولا ثلاثة متاع طماطم. البطاطا مسعرة بدينار و350 مليم، لكن الطماطم ما هيش الطماطم هذية مسعرة ب 2500. قداش باش توصل للوكيل؟ باش توصلوا تقريبا ب 3000 3200. من المسؤول؟ أنت يا وزير الفلاحة، أنتم يا مديرين عامين متاع الفلاحة، لأنه بلاد لوقت تولي بلاش إنتاج تحل البيبان للمحتكرين، تحل البيبان للمضاربين. تونس بلاد فلاحة، هذا كلام مغلوط، لأنه الفلاحة من 2010 انتهت. اليوم البطاطا بدينار و350 مليم، إذا كان ماهوش باش تراجعوا المنظومة الإنتاجية نتاعكم، العام جاي البطاطا راي ب 6000 وب 10000، العام جاي الطماطم راي ب 5000، العام جاي راي كارثة. ربي ما عطانيش المطر صحيح، فما أزمة نتاع مياه صحيح، لكن فما أزمة نتاع مراقبة وتخطيط. هذا هو المشكل الكبير في بلادنا، النتيجة نتاع سوء التصرف نتاع وزارة الفلاحة هاو عطى النتيجة نتاعو. يا وزير الفلاحة اخرج تفرش المارشي دقرو، ما عندكش انتاج، ما عندكش فلاحة قاعدة تنتج. اليوم الدعم ماشي لأطراف قاعدة تضارب وقاعدة تبيع، مش ماشي للأطراف اللي قاعدة تنتج، وهذه راي أمهات القضايا في بلادنا. اليوم الأسعار شعلت، اليوم الأسعار ما زالت تشعل أكثر في ظل غياب الإنتاج، في ظل غياب التخطيط، في ظل سامحوني بين قوسين ناس تسربت إلى الإدارة، ما عندهمش كومبيتونس، ما عندهمش الخبرة الكافية لإدارة الإنتاج. هذايا كله مشكلة كبيرة في بلادنا. رئيس الجمهورية قاعدة تجيك تقارير خاطئة، تقارير مغلوطة، تقارير تورط فيك أنت وقت اللي تقولك أراو فما إنتاج، ما فماش إنتاج. حل تحقيق في المشاتل المضروبة، في الأدوية المضروبة، في الأراضي اللي يحرقوا فيها بالدويات الموردة. حل تحقيق في الناس اللي دخلت في الفلاحة واستولات على الأراضي الفلاحية الخصبة اللي تجيب الإنتاج الكبير، واللي كانت تنجم تدخل لك الطماطم وتجيب لك البصل والفلفل وغيره. تو تفهموا علاش الأسعار ارتفعت، ومن وصل تونس الحاجات هذه الكل أكيد يتحمل المسؤولية. ونوري في صور مأساوية
من مرشي الجرو بير القصعة الرجال تضرب البونية باش يروح بشوية طماطم وشوية بطاطا، وشكون باش يدفع الثمن من بعد؟ أكيد المواطن التونسي لما تلقى الطماطم بثلاثة آلاف والبطاطا بألفين وخمسمائة في أكتوبر اللي هو صحيح موسم يقل فيه الإنتاج، لكن إنتاج يكون كبير برشا في الشبيكة في سبيبة القاسرين. ها توا هو وقت متاع بطاطا ومتاع الطماطم، لكن وزارة الفلاحة لما فتحت الأبواب للمشاتل المضروبة وللأدوية المضروبة حرقت المنتوج وخلت بلادنا تعاني، ونخليكم مع الصور.